السلام عليكم. اليوم نروح للمشروع نتاع التوسعة نتاع مترو الجزائر العاصمة باتجاه إذن بلدية البراقي، وكذلك بلدي مطار واري بومدين. فيه زوج توسيعات، واحد فيه حوالي 9 كيلومتر والآخر فيه 4.5 أو 5 كيلومترات. بالأول فيه 8 محطات والثاني فيه 5 محطات. إذن في إطار هذا المشروع فيه الآن لحقنا مرحلة نتاع الانتهاء من أشغال الهندسة المدنية نتاع إنجاز الأنبوب، يعني الأنبوب نتاع الجاليري نتاع السكك. بقات 2 محطات مازال، يعني راهي في اللمسات الأخيرة للانتهاء من المحطات هذه، و يعني تم الآن تفكيك آلة الحفر هذه العملاقة على مستوى محطة نتاع محطة الحراش. إذن مركز الحراش تم التفكيك نتاع هذه المحطة، وإن شاء الله هذا هو الأمل تاعنا أنه هذه المحطة يعاد تركيبها في خط جديد باتجاه إذن بوزريعة وباب الواد وبوزريعة. إن شاء الله يكون فيه أو مكان آخر. على كل حال المحطة هذه الآلة الحفارة هذه ما لازمش تحبس، إذا حبست راهي خسارة، راهي تروح خسارة، يعني أموال سوف تضيع إذا تم تخزينها في مكان أو لابد. هذا هو النقطة المهمة اللي حبيت نأكد عليها بما يخص هذه المرحلة من المشروع هذا. لابد الاستمرارية في عمليات الحفر هذا. إذن نخليكم تتابعوا هذا التقرير حول الأشغال نتاع التوسعة نتاع مترو الجزائر العاصمة باتجاه إذن بلدية براقي، وكذلك باتجاه مطار هواري بومدين. نترككم تتابعون، والسلام عليكم. بعد إتمام مهامها المتمثلة في حفر أنفاق المترو على مسافة أكثر من 9 كيلومترات، الآن يتم تفكيك هذه الآلة على مستوى محطة الحراش لفسح المجال لاستكمال الأشغال التي شارفت على الانتهاء. هنا الكل مجند لتفكيك هذه الآلة العملاقة التي استعملت لإنجاز توسعة شبكة خطوط مترو الجزائر. من وسط مدينة الحراش إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وعلى مسافة 9 كيلومترات و600 متر، كل الإمكانات سخرت لتجسيد الهدف المسطر، إنجاز مترو أنفاق بمواصفات ومعايير عالمية. قمنا بتفكيك الأجزاء الكبيرة، يعني نسبة التفكيك راهي جدا متقدمة. قال جزء أجزاء اللي هي الترانسويفر تاع لا ماشين. المشروع هذا يتضمن انجاز 9 محطات مترو، 11 من بئر تهويه، عندنا 5 محطات الاشغال فيها انتهت بنسبه 100%، ورانا نقوم بعمليه التهيئه الخارجيه سي لا ميزون ايطا دي ليو. بالنسبه لربع محطات الباقيه نسبه الاشغال جد متقدمه فيها، تتراوح بين 90 و95%، وإن شاء الله من نهاية السنة ننتهي في أشغال الهندسة المدنية. ومن مدينة عين النعجة إلى براقي خط ثان بطول 4 كيلومترات و200 متر يضم 4 محطات. On vient de réaliser un pont poussé de 1,5 km فيه 34 بيل و 2 كولي. لي بيل فيهم تقريبا 20 متر دو هوتور. لو بروجي تنخدم افيك دي نورم انترناسيونال. ريان كو فوار لي زيكيبمون لي استعملناهم سي دي زيكيبمون دو ديرنيير جينيراسيون لي راهم
مستعملين في أمريكا وفي ألمانيا وفي كندا إلى آخره. إنجاز هذا المشروع الهام والاستراتيجي صهرت عليه سواعد جزائرية أبانت عن علو كعبها في التحكم في التكنولوجيات والتقنيات المعقدة المستعملة في مثل هذه المشاريع الضخمة. كي كان المشروع في الدروة تاعو لحقنا حتى حوالي 2000 شخص بين عمال بسطاء تقنيين مهندسين إلى آخره. المهندسين هنايا كلهم خريجين تاع الجامعات الجزائرية، وأعمال المحطات وآبار التهوية أنجزت بكفاءات جزائرية. بالنسبة للتكوين لهنا في شركة كوسيدار كان من طرف مهندسين اللي سبقونا في الميدان، أعطونا الخبرة، أعطونا المعلومات الكافية للتقديم لكل ما نملك من مدورات. لي فخر كبير اللي خدمت في مشروع توسيعة مترو الجزائر اللي هو مشروع ضخم وكبير في الجزائر. اهتمام الجزائر الحثيث لتوسعة شبكة خطوط مترو الأنفاق أحدث وسائل المواصلات وأنجح المشاريع التنموية تسعى الجزائر من خلاله لخدمة المواطن بالدرجة الأولى.